الشطب كلهم عندهم إن خبرات شاء الله إن إن شاء شاء الله. الله. يا خلاص خليك أنت، خليك جالس هنا بس، خلينا نشوف خلاص اطلع أصحابك. احكي وياهم، تمام بس انتظروا. شباب انا ما راح احكي، انتوا احكوا خلاص، راح يجي دوركم. ايه بنديم واحد واحد، خليك خليك يا فريق. انت رئيسهم؟ انا مدرب الشرطة. انت مدير الشرطة؟ اه اوكي، مدرب مدرب اه مدرب الشرطة، تمام. بس هذا مشكلة. منو جابوا؟ جابوا دول؟ قدم يا ماطر. هلا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. عرف بنفسك لو سمحت، اسمك المتكامل. اسمي دوشكا. دوشكا. اسمك المتكامل يا مواطن لو سمحت. اسمي يحيى حاج سليمان. تمام. يحيى حاج سليمان. حلو. نعم. عاش تسامي. عيش احبابك. كم عمرك يا؟ تخيل اشرب شيء. عمري 19 سنة. 19 سنة، حلو. يعني دوبك كيف متخرج من الكلية. نعم. ان شاء الله، وتحب تتوظف في الشرطة على طول يعني. ان شاء الله. عندك اي خبرات عسكرية ولا خشيت قطاع عسكري قبل هيك ولا لا؟ لا، خبرتي قليلة. خبرتك قليلة. انا يعني طبعا قد عمرك اكيد خبرتك حتكون قليلة، لانك نعم. دوبك كيف طالع من الكلية. ماشي. تقدر تفضل علي صار هنا؟ تمام، شيء بس شكرا لك. فندي صف بالله اللي بعد. أول شيء. اللي بعده. يلا يلا. مبروك دش. أنا مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بس يجوز ما راح يودوك، أنت قلت ما أعرف أطلق، أنت بالببجي قناة، أنت تبوش تلعب معاي، أنت قلت ما ألعب. أنا عندي خبرة بالمخابرة. عندي خبرة بالمخابرة. سيدي ممكن أقاطعك، ممكن شوية ثواني. تفضل. هذا اللي معي كان يتقاتل معي. راح تكوني أفضل واحد. عنده خبرة بالقتال شوية، إجا. أوكي، هذا اللي إجا الحين. أنا القبل. كلنا تقريباً، إيه. شباب الخبر عدى من الإطلاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شن حالك؟ شباب بالله لو تتوخرونا شوي تالي بس. طيب. ماشي. شن حالك يا مواطن؟ الحمد لله تمام، وأنت؟ الحمد لله تمام. عرف عن نفسك. أنا توفيق من الجزائر. من الجزائر، أهلاً وسهلاً أخوتنا بالجزائر. شكراً. توفيق، كنت أشتغل. اسمك الكامل يا توفيق قبل أول حاجة بس. ايوه توفيق تيفو. توفيق تيفو. سجلت عندك يا فندي رف. تمام سجلت. كم عمرك يا تيفو؟ 22 سنة. 22 سنة ما شاء الله، طول العمر ان شاء الله. طب جاسم عندك خبرات في المجال العسكري ولا لا؟ ايوه كنت اشتغل بالجزائر بالمخابرات. لا 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 سيدي، لا سيدي، لا سيدي ممكن اقاطعك سيدي، ممكن اقاطع ثواني اذا ممكن. بصراحة هو كان يشتغل معانا ما عنده لا شغل ولا عامل، بالشوارع كنا. اجينا لهذه مخابرات سرية، مخابرات سرية. ما اقدر اخبر اصدقائي. لا سيدي يا اما واحدة من الاثنين، يا انت قاعد تكذب على السلطات يا انت جاسوس. لا حضرات انا ما اكذب. ممكن سبب لك مشاكل بالمدينة. يمكن ان شاء الله حنشوف كلكم حتحلفوا الوراء للمدينة، وبعد حنشوف لو ما حلف ان شاء الله حنتعامل معاه حركة ثانية. تفضل علي صار يا اكيد طيب. ورا يروح انت ثاني اخر واحد. ليش الله بس نطلع من هون كذا. الله وربي حاسس حالي على الحديده. اسمعني بالراديو، ما حد يسمع بالراديو غير كيف قلت لي. جيب التاني. جيب يا مواطن لو سمحت ازم الصمت شوي، انت في مكتب حضره الوزير. ابشر. هذا اللي عندك اللي يقول عنده خبرات في ال ها تمام. لا تتكلم كثير لو سمحت يا ابو الابيض. عطوا ثبت التعليق. طيب. في كتابة علي. جامير. هيلو. راح يعرف والله رعان. شيل الشنطة اللي على ظهرك، شيلها لو سمحت. ما اعرف اشيلها. تقدر تمسح الشنطة مني؟ ما اعرف اشيلها. لا. عذرة الاكسون. يا حبيبي. هاجر امير مهد سمح. وقف مكانك شوي بس، وقف مكانك شوي. هذا يعني زر مكان عسكري لو سمحت، انضباط شوي. هذا شكله جاي يدخل ديسكو مو داخل. حبي فكر ها يعني احنا ما بديسكو. جايب لي سلاسل. شوف الناس المحترمين اللي معاك. شوف الله. شكرا حضراتكم. هلا قلبي انسح الشنطه مني وخلاص. خلاص الشنطة بعدين بنشيلها. عرف عن نفسك. خليها
أنا أمير. وشنو بعد تريد أقول لك؟ أنا كنت اسمي الحقيقي اسمي لقبي جورج. أصيد أسماك كنت. يعني عندك خبرات في صيد السمك يعني. نعم. الميناء الناحية الثانية مهم. أعرف الميناء تبع الأسماك. كده كده تصيب تاعه. يعني تصيبه في الأسماك يعني. وصديقي ماكس اسمه تيف هنا بس اسمه ماكس. أكثرية المرات أقول له امسك يا ماكس. هذا دمه خفيف يا اسمه. متعودين على الشكوروش. شوف يا مش تحدي ضحك قاعدين. أقول لك بس شغلة جدية شوية بس جدية شوي. نعم. أعطينا اسمك من غير استهبال. نعم بس عندي سؤال قبل ما تسألني. ليش تستخدمون أعلام هولندا هنا؟ بوليسي وأشياء. ترى عمك هذا ناس متفق ومستخدم كل الحاجات. والنعم والنعم منكم والنعم والنعم. المهم اسمي امير وبعش تريد من وين انت عمرك؟ انا عمري الحقيقي لو شلون ابي كلها طيش يعني الحقيقي مزيف. انت جاي تكذب على السلطات ولا ايش؟ لا بيمزح هو هيك يعني يحب يمزح. 25 سنه تمام. أكبر سيدي أخوي الصغير هو وبالحقيقة ما نكبر من 4 سنوات أو عمره مو صحيح بيعطيك عمره المزيف. إيش يعني الحقيقة؟ يعني إحنا قاعدين عايشين في واقع ولا إيش؟ لا في نعم أنطي عمرك أنطي عمرك المناسب المناسب 21 سنة. أوكي خلاص. في حد تاني الله تحقيق هو أكيد في معنا. يا سيدي ممكن أقاطعك؟ تفضل. في هذا الشخص راح يجي اخر شخص اسمه محمد ملقب ابو جاسم. هذا شوي صعب وهذا اكبرنا. اتمنى انه هو يعني من دونه ما نقدر نعيش ولا نقدر نشتغل. يعني اذا رفضته ما راح نقدر نشتغل. لا ان شاء الله خير وان شاء الله كلكم واضح ان انتم يعني تبوا تفيدوا الوطن. اكيد طبعا طبعا. دقيقه بس سجل عندك بيانات يا فندي يرر بس انا تمام شوي. تمام ومن نحكي بالديسكورد هم ما يسمعونا شيء حلو. هسه نضحك ما يسمعونا. اذا احكي مع الدوشك او ما يسمعونا. هسه انطقس الا ضغط دقمه يلا ما يسمعونا. راح يقبلوك اذا هيك. هسه هم ما يسمعونا الا ضغط الدقمه يسمعونا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا موطن ممكن تقول لي اسمك كامل؟ محمد جميل حسين. عاج حلو. عمرك 36. مشيب انت وين جاي تشتغل؟ عندك خبرات عسكريه عشان اتاك بجد؟ شنو هذا الصوت؟ شنو يا صوت سيدي؟ اكو صوت شويه صوت عواصف صوت هوا ماي ما نسمع اللقاء. راح تاك يو مبجور كان امير. لا تضحك امير لا تضحك بالله. اوه لازم ادوس. لا لهالسبب اتكلم بس ما يسمعك. احكي واضحك عليه هاي علينا افتهمي. ما تضغط دقمه بيسمعك. اكو زر لا تضغطه بالكيبورد بوش تطالع. يا جماعه نعم يا افندي سلطان. افندي ابو جاسم ليش سموه افندي؟ افندم والله مش درا قول عيوني حمودي حمودي لازم احكي بالجود. لا بالله ابو جاسم ربي راح افتح المايك اقول له تخس. ها يا معود دخل ربك افندي يرى صدع فيك تاخذ مكانه وانت اللقاء بيصير. اوكي هذا قلت لي الكبير فيكم واللي فاهم فيكم صح؟ صح. اوكي على اساس. كم عمرك يا فندينا انت؟ 36 قلب. 36 قلب خذوا قلبك ان شاء الله حبيبي على راس. اوكي اسمع ما سجلت اسمي بس ابو جاسم. ابو جاسم يعني مجسم لقب. ثاني برا تبعكم هذا ابينا باشر. هذا ابي هذاك بالمطار تذكر هذاك ابينا هذاك بالمطار. خلينا بس وقف خط مع بعض يا شباب. ابشر خط ابو جاسم خط واحد واحد عليك نور. يميني تيفا ويساري عيد تاخذ صوره. عيد وراي الله صور. لا ثواني سيدي في صوت ما بنقدر نعيد. صوت ايش؟ في صوت هواء موي. تعالوا عندي هلا. الله يساعدك انقش شويه كبار اخ بس الخير يا الربع.
يوقفون خط لنا يا شباب بس. خط عدل شباب خط واحد اجيمكم. اوكي. يلا. اوكي. امش عليك انت. خط واحد شباب. خط واحد شباب. واحد. هذا خط واحد اكثر. هذا فندي امير شنو انت؟ مدير العبارة درجع اليورا شباب درجع اليورا شباب خط عجل واحد دخيل ربكم حتى ما تعرفوا خط واحد ما أترو ما أترو ما أترو يلا أبشر فندي صف هاي فندي بالليل الكاميرا بس بعدين لو صارت شيء بش يعرفوا ان هم طولة للدولة ها كاميرا بس الكاميرات شغلنا الكاميرات ها شغلات شغلات لو قلت لك كنت سويت شعري هاي سموا بسم الله شباب بسم الله بسم الله بسم الله انا عسكري صدق الله انا عسكري أموي. انا عسكري انا عسكري اقسم بالله اقسم بالله بالله اني لا اخون الدوله اني لا اخون الدوله الدوله مره ثانيه ما سمعتكم اني لا اخون الدوله دوله انتم شكلكم كذا بتترقون علي واحد واحد من اللي صار دوشكا فطر اقسم بالله اقسم بالله اني لا اخون الدوله انا لا اخون الدوله ولا اتعامل مع المجرمين ولا اتعامل مع المجرمين واحط ولا دولتي اول شيء شنو واحط ولا دولتي اول شيء واحط ولا دولتي اي شيء والله ما اقول شهيد والله على ما اقول شهيد الله ما احفظ شهيد. دوله التوب لايف الله يحفظ التوب لايف دوله التوب لايف دوله التوب لايف حلو الكلام اترو نعم بسم الله يروح اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم اصحكم يا شباب اوكي اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم حضرت لفندي صرف ليه راح اني لم اخون الدوله اني لم اخون الدوله بس راح ولا اتعامل مع المجرمين ولا اتعامل مع المجرمين هو اليوم راح نبيعهم وما ابيع اسلحه للمجرمين ولا ابيع الاسلحه للمجرمين راح ابيع كل والله على ما اقول شهيد والما اقول شهيد لا ما يدح مره ثانيه نعم عيد مره ثانيه شو عيد الله على ما اقول شهيد الله على ما اقول شهيد والله ما احفظ الدوله الله ما احفظ الدوله وشيوخ الدوله وشيوخ الدوله وكبار الدوله شكرا اللي بعده شكرا 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 اقسم بالله العظيم اني لن اخون الشرطه ولا اخون الدوله كيف هذا بس اللي حفظته انت او شباب خشيت عيد ورايا يلا اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اني لم اخون الدوله اني لن اخون الدوله لم اتعامل مع المجرمين لن اتعامل مع المجرمين والله على ما اقول شهيد والله على ما اقول شهيد الله ما احفظ الدوله الله ما احفظ الدوله خلاص شباب وين القوي امير اللي بعده ديسكو ابو ديسكو امير ها حبيبي لا لا امير ها ابو ديسكو يلا نعم نعم ابو شنطه امير على شنو احلف لك عشان تحلف عيد ورايا نعم شباب اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اني لم اخون الدوله اني اخون لم اخون الدوله اني لم اخون الدوله اخون الدوله لن اخون لن اخون لن اوكي لن اخون الدوله ايه ولم اتعامل مع المجرمين اتعامل لم اتعامل مع المجرمين ايوه اتعامل مع المجرمين ولا لا 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 اتعامل مع المجرمين اوكي بس عادي عيد من عيد من البدايه عيد تمام موبايل امير عسري شباب امير ها قلب يلا قول نبدا ايه اشكو الشباب قولوا لي مثل ما يقول لك العظيم يقول لك عيد لي اقول عيد لي عادي عيد عيده ممكن تعيد لي اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اني لم اخون الدوله اني لم اخون الدوله ولم اتعامل مع المجرمين ولم اتعامل مع المجرمين والله على ما اقول شهيد والله على ما اقول شهيد عيد الله على ما اقول شهيد الله على ما اقول شهيد وصلنا عند الفندي اللي قالوا الكبير فيكم والمتفاهم على اساس هذا اللي فهمنا هذا اللي فهمنا قول تفضل الو
الو صوت سيدة فاز المخ هذا فاز المخ شوف امتع امتع يا معلم انا جايم ها قلج صوتك راح يا سيدي قول اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اني لم اخون الدوله اني لم اخون الدوله والله ما اقول شيء والله ما احفظ الدوله والله ما احفظ الدوله واحفظ شيوخ الدوله واحفظ اللي سوى الدوله الله يحفظك يا فندي صف نعم يا ريت والله احسن منكم نقول غير لما ملابسهم تعطيهم الرتب انتحهم خلينا نبارش بالتدريب يلا يلا رقم الهويه بتاعك معلش اول واحد ها ها ميز اشرب رقم الهويه بتاعك الهويه عشان تجيب يطلع رقم الهويه ايه دوش كتاب دوش كتاب على الهويه تحت مكتوب طيب. هلا هلا اضغط العضله هون تمام يعني اقول لك اياها زيت واي اضغط هون هون زر إيه هون بالعربي ها مو ليك قدام زر اشوفها اشوفها قدامي رقم الهويه دقيقه كم رقم هويتك زد واي كيو لا لا رقم 66944 دقيقه دقيقه احنا رجع اخر واحد تمام خلينا بمين كيف ورقم الهويه مكتوب السلام عليكم ايه مكتوب رقم الهويه وعليكم السلام ما قلت لك غلط هذا لو سمحت رقم هويه رقم هويه كم ماذا اسمعك رقم الهوية رقم الهوية وين مكتوب رقم الهوية 272900 تمام تمام 90 ها اوكي وين على الهوم تطلع رقم اللاعب 105 90 هذا رقم تمام هوم رقم 149 هوم اوكي الثاني 149 او اكتب سلاش اي دي يطلع لك 100 انا ايه 139 وانا إيه؟ امين اترو 150 ودوش 135 وجابوا شرطه وجيش جابوا شرطه شباب شوفوا ورا شوف الدنيا اللي ورانا 156 منور انس بصالح نورت المدينه التوب لايف حبيبي شكرا على 9500 شكرا كذا غالي صرنا الشرطه اصاب واضح فندي غرياني شكرا حبيبي منور انس شكرا على 10000 نجمه حياتنا لقي قلبي توب لايف اسم السيرفر يجنن والله والله احلى سيرفر شباب السيرفر يجنن اقرب وحده تتجه كوحده الدعم اوه وصلنا الشرطه شباب شوف الاشعارات فوق اصابه مواطن عند الايد امين هذا يقول افندي عشان سبانش الليل يلا طيب طيب هاي لبس كمان لبسه يلا عين يلا يلا روح يا الحقوه الحقوه ابشر تمام شكرا شكرا يا الله شباب بدايتنا جميله يا الله بسم الله ادفعني دوشكه بعدين افتح الباب ما يفتح هذا راح يودونا كلنا يسبحونا خلي بعدين واحد واحد سبحوا جاسم سبحوا جاسم شوفوا وين الدراع خلوها رقم 30 يلا تيف يلا واحد واحد انا بكر منك امير انا دخلت اول ايش اسوي اسف الدراع اول شيء طلعك روح للشخصيه تلقى الذراع خلوها رقم 30 رقم 30 تمام حطيت التيشيرت خليها 38 اوكي ثوان الجاكيت خليها 109 هترو ارقص هنا جاكيت 140 اوكي على باب الرزق احنا ما ضا شيء السترة رقم رقم 12 المظهر خليه 3 اللي جنب على اليمين خليها رقم 3 واللي على اليسار رقم 12 تمام بعدين واحدة بالملابس ثواني امير ايش الشرات رقم 7 ايه الاكسسوارات رقم 5 اكسسوارات رقم 5 البنطلون رقم 46 الشنطة الاكسسوارات هي ايش مثل الاكسسوارات الاولى 5 شنطة اكسسوارات ما تمسها خلاها 0 اوكي والبنطلون 46 ايه الحذاء والحذاء 25 25 غلط طيب بالشارات المظهر لا الحذاء 25 درت الحذاء اي درت الحذاء 25 بس الشارات لا التيشيرت خليه 38 التيشيرت انت مو مسوي 38 بلا التيشيرت وين التيشيرت اول واحده ثاني واحده في فوقك
التيشيرت لا 38 تيشيرت اي صح اي سويت الجاكيت تمام راتب صار 225 الجاكيت 149 صديق وين الراتب تمام فوقي تمام 100 225 يورو وراي الله كيف اللبس هلا تيفا ساعة شرطي مبروك اخويا مبروك تيفا مبروك اخويا مبروك اللي حضرات مبروك اه ابن سيدي كان يمكن يقول لي سيدي اسف الذراع 30 رقم 30 الذراع منو مبارك يا عسكري درت الذراع 30 ما يرد عليه تيكم ما يرد عليه ذراع 30 حلوة دوشكا مقابيني هذا الله يبارك فيك شكرا يا عسكري الحقني أبدل ملابسي أنا شلون تبدل أقول له شلون أبدل يعلمك علمني شلون ابدل ملابسي روح اضغط عضله اي وروح للشخصيه تمام روح للشخصيه تفضل ايه الدراع خليها رقم 30 مو طالع عندي جندي اول شو اسمه لا 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 مو ها انت شوف انت تقرا الاعدادات المسبقه روح للشخصيه تلقى في ملابسي تمام رحت على الشخصيه تمام من الاولى الدراع خليها رقم 30 تمام حبيبي التيشيرت 38 نورت المدينة توب لايف حبيبي محمد شكرا على 10000 نجمة يا الغالي اشكرك يا قلبي هذا نورك احلى مدينة يا قلبي تمام احلى توب لايف شكرا على 10000 نجمة 149 شكرا يا يعقوب على 50 تمام السترات النوع رقم 12 والمظهر رقم 3 صراحة رقم 3 رقم 12 تمام رقم رقم والشارات رقم 7 غيرها هذيك في واحدة على اليمين غيرها دي رقم اترو عالم يريدين يدخلون السيرفر تمام سويتها اوكي حسب علمهم شنو يدخلون السيرفر غير هو على اليمين حسب علمهم شنو يدخلون السيرفر تمام يدللون الشنطة والاكسسوارات ما تديرها ولا شيء خليها صفر تمام لا البنطلون خليه 46 بنطلون 46 راح نصير شرطه تمام عرفت اسف امير اسف والله ما يقول اسف شرطه تمام تمام شرطه ولا امير ملتزمين والله ما شاء الله امير ابو جاسم حق باد بوي احنا امير انياك باد بوي طيب اللي جنبي امير امير انا اخر واحد هلا السلام عليكم والله هاي بيسوي الحين يبدلوك امير بالغلطه طيب لا ليش بالغلط بالغلط طيب تمرين احماء هاي شباب طيب اللي لابس شنطه نعم اذا هاك اذا شنطه روح للشخصيه يا حبيبي ايدو سمير نعم بعدين خلي الذراع رقم 30 تم التيشيرت 38 تم الجاكيت والسترة 149 100 واجيت اسف 149 شاركوا اللايف شاركوا لايك مشاركة بعد شباب لايكاتكم مشاركاتكم السترات النوع 12 المظهر 3 شوي نتغير ريشي النوع 12 النوع 12 والمظهر 3 ايه 12 السترات 12 والتكشر 3 تمام الشارات 7 تمام الاكسسوارات 5 تمام الشنطة والاكسسوارات هذه ما تسويها ولا شيء